السلام عليكم بنات مرحبا بكم في مطبخ ام روان جوج واقتراح جديد الشكل جديد للبطبوط أه وحشوه سهله وبنينه كتجي بنينه بزاف وغادي نبداو بها هي الاولى نبداو اول حاجه كي قلت لكم البنات نبداو بالحشوه هي الاولى أه غادي انا عجينه سهله غناخذ مقله أه غندير فيها البصله مشلضه بصله متوسطه مشلضه وزيت المائده وزيت الزيتون ونشعل عليهم النار النار تكون مهيله وغادي هاد البصله ونخليها حتى تشحر انا غنضيف على هذه الخضر غنذكرهم اه لكم دابا عندي الفلفله حمراء فلفله صفراء نص فلفله نص فلفله حمراء نص فلفله صفراء مقطعه بقطع صغيره عندي قرعه محكوكه آه اي كورجيت آه محكوكه آه سميتو وخيزو هو محكوك عندي جوج خيزويات آه محكوكين خيزويات متوسطين صافي آه هذا الشيء اللي عندي الفلفله الخضراء ما كنديرهاش ما كتعجبنيش ديالها في الحشوات اكتفيت بالحمراء الصفراء اما العطريه آه عندي معيقه كبيره ديال التحميره اي الفلفل الاحمر الحلو آه نص معيقه صغيره سكينجبيل بزار راس معيقه العطرية الكفته حتى هي نص ملعقه أه صغيره والقزبر يابس القزبر يابس حبوب أه مطحون كي يابس تا هو نص ملعقه صافي أه غادي نخلي البصله ديالي حتى تتشحر مزيان اللي كنضيف على هاد الخضره أه هاد الخضره أه غنضيف عليها غادي يعني نزيد عليها الكفته عندي كفته ديال اللحم أه وكذلك ممكن تعويض ديالها بكفته ديال الدجاج او كفته ديال اللدان ويمكن يبقى كل واحد على حسب الاختيار ديالو على حسب اللي كيفضل بعد ما تشحط لي البصله غادي نضيف عليها الخضره كلها آه وغادي نضيف عليها العطريه تاع هي كلها وزدت الهريسه نسيت ما ذكرتهاش في الاول غنضيف كي لكم عطريه ونضيف الهريسه حتى هي آه كتبقى اختياريه اللي ما كتعجبوش ما يديرهاش ما كيعجبوش الحار ما يديروش كاع صافي وغادي نضيف الملح الملح ما كندائما ما كنحطهاش انا مع المقادير لان حاجه طبيعيه الملح ضروري منها ما يمكنش شي حد يطيب بلا ملحه آه اما القزبر والثوم غادي نخليهم حتى الاخر حتى ندير كفته نديرو تلخر, تلخر باش تبقى لنا النسمه تاعته صافي دابا بقى الا نخلط هاد المهم الخضره كلها نخلطها فيما بينها ونغطي عليها ونخليها حتى تطيب يعني نكملوا التحضير ديال هاد الحشوه بلاد بعد ما طابت الخضره نضيف زيت الكفته مئتين 200 غرام تقريبا تاع الكفته كي قلت لكم عندي كفته ديال اللحم ممكن تعوضها ديال الدجاج او ديال العدن ديال كفته العدن هي لا درتو ديال الدجاج ولا دند ممكن تزيدو زيتون مقطع تزيدو صلصه الشجاع تزيدو ثوم غبره أه باش هاد هج... المهم هاد المسائل اللي كتزيدو كتنسمو بها الا درتو كفته ديال الدجاج صافي دابا كنبقى نحركها هكا نحركها بسرعه باش الكفته طيب وتفرت ليا في وسط الخضره وتجانس معاها تبقى هكا بمعنى الطريقه حتى كطيب ليا الكفته كلها و وتنش وينشف ليا تنشف ليا الحشوه صافي ملي كتوجد الحشوه كان دابا غندوز نوجدو بطبوط بطبوط المهم عجينه عاديه نضيف القزبر والمعدنوس ونخلط وصافي هي واجده نطفي عليها وكيقول لكم دوز العجينه جينا عاديه ما كندير فيها حتى اضافات عاديه هين الطريقه باش كنصاوبها كيجي المهم كي كنعجنها كيجي بها بالضبط من الفوق وخاوي من الوسط كيجي بطبيطات خفاف وزوينين وطا الطريقه طريقه الحشوه بالنسبه للسيدات اللي ما كياكلوش لهم ولادهم الخضره هذه الطريقه فرصه باش ياكلوها ما كيعرفوش اش ما كتبان لهمش اش كاينه الخضره وكياكلوها دابا نادوزو صابو العجينه تبعجينا عندي البنات عندي طحين الفينو اه بوحدو ما خلطت مع لا فورس حاجه عندي جوج معلق صغار الخميره معلقه كبيره سنيده الملحه اه صافي بدون اضافات كي قلت لكم في اول فيديو هذا الطحين بوحدو الفينو اي الطحين الاصفر والماء اه هو اه باش اه الماء الدافي الماء اللي كي كنعجنوا به الخبز اه ديال الفران أه صافي كي قلت لكم لا اضافه لا والو الحاجه الوحيده اللي غنديرو هنايا هو اننا ملي نخلطو ملي نجي نجنوا العجينه نعطيوها وقتها في الدليك أه ان ضروري خصنا ندلكوها باش يجينا مضبوط من فوق وخفيف وخاوي من الوسط انتم معايا انتم معايا تبعوا معايا المراحل انتم بعد ما كملت دليكت العجينه خليتها تحت واحد خمسة دقائق اللي درتها كويرات هانتوما شتو شوفو كي كيت ما كيت و كويرات ندلو و أه... هكا العجينه، <hesitation> هكا كيساعدنا أنني نشكلوها كيف ما بغينا، يعني نديرو الطحين و نقرصو كنكرصو، نكرصو يعني نكرصو مطلعات صغار، طيبيطات صغار، <hesitation> أه... لابد دي ما نديرو الطحين لأنه كيعاون باش نقرصوها نكرصوها دغيا، صافي كي قتليكم كنكرصوها بطيبيطات صغار غنشكلوها. <applause> عندنا واحد المهم طريقه جديده آه عوض ديك نسرحوها ونطبعوها بالطابع دائري ولا الطابع الكاري كداتهم داك العام بدات بتابعات كاريين آه فيديو عندي في القناه آه دابا دا درت شكل اخر كيجي راقي والمهم مختلف على الاشكال الاولى و تيجي في المنظر ديالو رائع انتم تشوفوا في اخر الفيديو كي غيكون شتي كنخذوا ناخذوا جراره ونقسموا ديالنا على جوج كتعطينا ربعة ديال الحصص ربعة تقريبا بحال المثلث انتم على هذا الشكل صافي كنحطوهم نديرو في, فكان في شي زويف كان شي سميتو كنسرحو شي طرف ديال سي منديل ولا شي حاجه كنديروهم يخمروا واحد شويه يعني نبداو كنطيبو فيهم في المقلة إيه. أه... عاودو معاكم وحدة أخرى البنات قرص حتى هي قطعتها على جوج عطاتنا أربعة طريفات حاولو يكونو متساويين صافي نخليو تيخمر كلشي ونطيبوهم بعد ما خمرو غنطيبوهم ولكن منخليوش الخميرة تفوت فيهم باش يجيونا بالضبيطات من فوقين وخفاف كيف ما بغيناهم بعد ما طاب كملنا بطيبة الطياب نتوما حليتهم بالمقص نتوما كتلاحظو كي لكم كيجي خاوي من الداخل وطيبات خفاف ورائعين إيه بديك الطريقه اللي درت تاع العجينه كيجينا طوط زوين آه كي لكم نفس الطريقه تاع ديال الطرب الطوط الاخر الدائري لو بغيت ملي ما عجبوش كاع الشكل بغيت ندير الشكل الاخر العادي المدور هي نفس الطريقه دابا غادي نبدا كنعمر انا آه غندير شويه الحص وندير الحشوه ديالي ومهم تزين كالعاده دائما كنقول لكم كل واحد على حسب الاختيار ديالو على حسب المهم اه كي كيفضل هو اه درت شويه الخص وندير الحشوه صافي سمحوا لي على المهم تديوش على الروينه على البوطاجي ملون الاول ان قربت المغرب اه كنزرب شويه باش نكمل نتوما اه المهم الشكل ديال البطاطا كي كيجي يجي رائع. من رائع انتم ما تشوفوهم اللي غنكمل لكم الشكل النهائي ديالهم الشكل النهائي ديال الاقتراح تاعنا اليوم انتم شوفوا بتبيطات مختلفين شي حاجه جديده مختلفه على الضبوط الدائري انتم حمرين خفاف تي أه في التقديم تاعو كيجيو راقيين انتم كتلاحظوا كنزينو زينو بمطاولة الفطور ديالنا شي حاجه اللي المهم بح... مختلفه وطفه من دار كتجي راقيه وزوينه كيفتحوا الشهيه اما الحشوه كتجي بنينه ديك الخضره مع الكفته كتجي شي حاجه بنينه اني شحال مره جربتها أه كتجي لذيذه دا. أه دابا بقى لينا وانتم نقول لكم شكرا على المتابعه واللي يعجبو الفيديو دير لي بارطاج مع الاهل والاصدقاء ولايك او بالصحه والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد